رانا اليوم الجمعة 121 من الثورة السلمية. جو كان نبيلة. التي تصادف عشية الانتخابات التشريعية. واش نقدروا نلاحظوا في هذه المرة في هذه الانتخابات أنه القمع راهو أكثر من الانتخابات اللي فاتوا تاع الرئاسيات، وراهو أكثر من القمع راهو أكثر من الانتخابات اللي كانوا على الدستور له أنه كان فيه وضع استثنائي. ولكن اليوم احنا رانا شفنا أنه النظام اون بليس تاع القمع هذا اللي هذ الناس هذول اللي راحين يكونوا غدوا ان شاء الله في هذا الغرفه التشريعيه اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى قيمه حتى عند هذ الناس اللي راهم يوجدوا في الانتخابات، راهم راحين يكونوا مسؤولين. لانه كنت طالع اليوم صباح المسيره وجاتني في بالي شفت الصوره تاع الجنود الفرنسيه اللي ماتوا لي سيركوي افيك لي درابو فرونسي، قلت على القريب راح نشوفوا نفس الصوره تاع الجزائر، وراح يكون مساهم وكومبليس في هذه الجريمة كامل الناس اللي رايحين يصوتوا غدوا إن شاء الله، لأنه باش يقدروا يصوتوا رانا شفنا باللي فرشوا لهم طريق ب 220 واحد داوهم للحبس، وزادوا كملوا البارح، وهذه اللي راهي الكارثة الكبيرة أنه صحفيين ومناظر سياسيين دخلوهم للحبس عشية الانتخابات. حتى ولو كانوا رايحين يصوتوا راه منعوهم الحق هذا بدون سبب يذكر، ما على بالناش كيفاش، ما على بالناش علاش، مي يافي با ما نقولوا بلي كانوا رايحين يرفدوهم، ما كان حتى حاجه كانت توحي بذلك، ولكن حتى سمعنا كونتي سيربري بار سيزاريستاسيون، ولو انه زوج منهم كانوا تحت الرقابه القضائيه، ولكن قلنا انه الاجراءات المتخذه ضدهم راهي في الطريق. النظام اليوم بير باسيونس راهو راح له بدا يفقد الصبر تاعو، لانه هذا ما يفسر القمع. احنا نبقاو سلميين لانه الوقت راهو في صالحنا، وعمرو ما يكون الوقت ضد المواطنين. احنا نقولوا انه غدوا ان شاء الله لازم نبقاو سلميين ونبقاو بالسلميه، ما لازمش نعطوا لهم ذريعه كما داروها في الدوز دوز في تيزي وزو. الا ما كانش الفوط يرفدوا جماعه ويقول لك هذول منعوهم ويديروا نفس التهم، ما كانش. غدوا ان شاء الله خلوها في سلميه، الناس على بالنا بلي ماهيش رايحه تفوطي، الناس على بالنا باللي ما راهمش مقتنعين، حتى الناس اللي راهم مقتنعين لا ربما ولا الناس اللي ترشحوا يديروا في بالهم باللي راح تكون عندهم مسؤوليات تاع ارواح تاع جنود جزائريين في الخارج، وهذا ما يتنافى ايضا مع واش خلوا لنا الشهداء، وبعد واش كاين في مؤتمر الصمم هو عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخليه للبلدان الاخرى. راح نولوا ندخلوا وراح ندخلوا في صراعات دوليه نحن في غنى عنها، وهذا الشيء هذا كاع اللي حبينا نوصلوه للشعب اليوم. نعاود نولي المادة 87 مكرر اللي تكلمت عليها الأستاذ إسماعيل. المادة 87 مكرر هذه فينالمون الماكو راه شاد سونيتي كيون ديفيرسيون، لأنه كي نولوا لهذه المادة هذه هما راهم يفيزيو هذا الحراك، هذا الحراك اللي راهم خايفين منه، راهم حابين يردوا يقول لك أي واحد يكون يغدو إن شاء الله ينادي بتغيير نظام من غير الطرق الدستورية راح يسميوه إرهابي. حنا كي نتكلموا عن النظام وهنا تحت بتحفظ تحت أستاذين كبار عليا، احنا ما راناش راهوش نظام ملكي وحبينا نبدلوه، وما راهوش نظام جمهوري وحبينا نروحوا نظام ملكي، احنا حبينا نبقاو في جمهوريه، ولكن النظام هذا اللي ما راهوش معرف حتى في القانون، هما يروحوا توجور سون كوم سا، يروحوا العبارات مطاطه الاستيك باش يقدروا يموليوها كما يحبوا للناس اللي يحبوا. لازم نبقاو واقفين، لازم نبقاو اون دوا ريزيستي اونكور، لانه كاين ناس الجزائر باقي الجزائر بتاتر لو سونس دو ريزيستونس ما عندهمش. حنا نقولوا بلي لا كابيلي ماشي غير النظام اللي فيها ولكن فيها لا ريزيستونس اوسي، مع هذا النظام لازم يكون فيه ريزيستونس الا حبينا نكملوا. الور الفو ريزيستي توجور في السلميه، فو فير اتونسيون بور دوما، نو لونسون ان ابيل، فو فير اتونسيون بور دوما، ما نتعطوا لهم حتى ذريعه باش يتهموا واحد بلي بسبتو ما كانش الفوت. ماهوش راح يكون الفوت لانه المواطنين رفضوا.